ده ملكة روزماري، اول مرة اجربها، بقالي فترة بستخدمها بس بجد طلعت تحفة قوي. اول درجة هي دي بطعم البطيخ، ريحته حلوة قوي على فكرة. وده الاورنج بطعم الخوخ، مش بطعم بقى، بريحة الخوخ. الدرجة بتاعته حلوة جدا، طبيعية، في نفس الوقت المكونات بتاعته طبيعية، وحجم العبوة حلو، يعني هيقعد معاكي فترة حلوة جدا. ثابت، بيفضل معاكي طول اليوم. انا ساعات بنام وبقوم بلاقيه لسه زي ما هو، حلو قوي، وريحته حلوه، خامته حلوه، ثباته حلو جدا، ما بيبطعش على البشره، يعني ما بيعملش نقط كده زي ما انتم شايفين. حطيت ومشيت بالفرشه هنا وهنا، فما عملش اي حاجه خالص، مع اني حاطه كميه كبيره، يمكن الاضاءه مخففاه شويه كمان. الدرجه الثانيه اللي انا جبتها الاورنج الخوخي، فالدرجه بتاعته جميله. بصوا الدرجه بتاعته، طبعا انت بقى بتتحكمي ان انت تحطي كميه كبيره كميه قليله على حسب ما انت عايزه، بس الدرجه بتاعته كمان اتقل من كده، يعني هي خوخي تقيل، حلوه قوي. انا حاسه ان انا بقيت فوشيا فوشيا خالص. التنت ده جميل قوي، جربوه، المكونات بتاعته حلوه، حتى الفليفر اللي محطوطه فيه فواكه كده، فريحته حلوه قوي. وفي نفس الوقت الالوان بتاعته الوان طبيعيه، يعني الالوان المحطوطه فيه فود كلر، فحاجه كده تحفه. هو مكتوب عليه ان هو ناتشرال تنت، هو فعلا طبيعي، وفي نفس الوقت الثبات بتاعه حلو، مش مؤذي خالص للبشره ولا حساسيه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. بصوا دول الدرجتين، في درجة كمان لونها احمر، بس انا حبيت ان انا اجرب الدرجتين دول. طلبته من على الصفحة، بسهولة جدا بتطلبيه وبيوصله لك. كان سعره 60، مش عارفة دلوقتي هو عامل كام، فبجد حلو قوي. والعبوة بتاعته زي ما انتم شايفين هي كبيرة، فبتقعد معاكي فترة حلوة، لان انت بتحطي نقطة. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة بحيث ان انتوا تطلبوا من عليها.